السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة. طبعا حابب اتكلم الاول على البرنامج هبدة اليوم. هبدة اليوم ده برنامج رياضي ساخر. انا فكرت في الفكرة دي ان اعمل برنامج رياضي ساخر يتناول كل الاخبار الهبد والفيك والاخبار الخزعبلية اللي القنوات بتاعت الكورة بتعملها على اليوتيوب. يعني انا بعلن دلوقتي ان الحلقة دي برنامج رياضي ساخر عشان في ناس بتخش تشتم وناس بتخش تتكلم. يا جماعة انا بجيب الخبر وبعالج الخبر وبقول ان الخبر ده هبدة. فالبرنامج ده رياضي ساخر. قبل ما نبدأ في هبدة اليوم ياريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس ولايك للحلقة. ولو عايز نزود من الحلقة بتاعت هبدة اليوم على قناتنا لايك واكتب لنا في كومنت ان انتوا عايزين نعمل حلقات اكتر من هبدة اليوم. يلا بينا نخش على برنامجنا هبدة اليوم. اهبدوا الهبدة تبقى هبدتين واتنين في اتنين في اتنين. زهق كل اللي عايشين كلنا في مركب واحدة وغرقانين والهبدة الجامدة تخليك نجم في ثانيتين. كفاية بقى ده كمان واحد. القناة برضو منزلة خبر. هي مش منزلة خبر, هي كل يومين بتنزل خبر نفس الخبر وبيجيب مشاهدات. سبحان الله يا مؤمن. يعني هي ايه ما بين ماتش وماتش, اول يعني ليفربول مثلا كانت بتلعب الماتش اللي فات برشلونة يطلع يقول الخبر ده, الماتش اللي قبليه كان برشلونة بره يطلع يقول الخبر ده. مثلا ليفربول كانت بتلعب في الدوري الماتش اللي فات هادرسفيلد يطلع يقول الخبر ده. ما بين كل ماتش بيقول الخبر ده. الخبر ايه هو بقى؟ عاجل زين الدين زيدان يحسم انتقال محمد صلاح لريال مدريد. ده الكفر بيبقى كده. وتخش جوه بقى تشوف الخبر, الخبر يعني اللي هو بيبقى تحت الفيديو العنوان بتاع الفيديو. عاجل زين الدين زيدان يحسم انتقال محمد صلاح بشكل رسمي الى ريال مدريد. المشكلة ده مش خبر يعني ايه بتقال من 3 شهور وخلاص كده خلصت اول ما زيدان جه. لا ده هو ايه عاجل زين الدين زيدان قال ان محمد صلاح لازم يبقى موجود وحسم انتقال محمد صلاح بعد مباراة برشلونة وليفربول. ونفس الخبر يحسم برضو بعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد. وبص اللي جاي بقى يوم الحد الماتش بتاع ولفرهامبتون. زيدان يحسم انتقال محمد صلاح بشكل رسمي بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. يعني هو نفس الخبر. اقسم بالله الخبر ده انا شفته يعني محمد صلاح رايح ريال مدريد بشكل رسمي اقسم بالله اكتر من 30-40 مرة. 30-40 مرة محمد صلاح بشكل رسمي راح ريال مدريد. وايه كل يومين نفس الخبر على نفس القناة يا جماعة. يعني هو مرة واحدة. يعني انا هتكلم عن الموضوع مرة واحدة ان محمد صلاح راح ريال مدريد وبشكل رسمي. سيبك من شكل رسمي, انا هتقبلها شكل رسمي, هو جاي مع انها شكل رسمي بس مش كل يومين بشكل رسمي. طب ما هو جماعة ما كان رسمي الاول, ما خلاص خلصت يعني ما الراجل مضى. مش كل شوية بقى بشكل رسمي بشكل رسمي بعد مباراة كذا بعد مباراة كذا. يعني والمشكلة بيجيب مشاهدات فعلا, بتجيب مشاهدات والله والله العظيم بتجيب مشاهدات. اقسم بالله العظيم ثلاثة بتجيب مشاهدات والله بتجيب مشاهدات. بتجيب مشاهدات عالية قوي. انا هنجن صح. بتجيب مشاهدات لسه بتجيب مشاهدات. يعني كل ما يتعمل كل يومين بتجيب مشاهدات ولسه هيتعمل كمان يومين وبعد النهاية هيتعمل. مفيش الكلام ده يا جماعة. لا زيدان اتكلم مع صلاح ولا صلاح مضر ريال مدريد بشكل رسمي ولا الكلام ده. محمد صلاح مع فرقته ليفربول وبنسبة 98-99% محمد صلاح هيستنى مع ليفربول. وليفربول فرقة والله عالية. ليفربول بتصعد نهائي دوري أبطال سنتين ورا بعض وليفربول بتنافس على الدوري. يبقى محمد صلاح لسه قاعد في ليفربول. ارحمونا والله ارحمونا. أنا زهقت بصوت محمد هنيدي. أنا زهقت. بص أنتوا لو عايزين نكمل في هبدات اليوم دي هنعمل كتير منها. رياضي ساخر, احنا برنامج رياضي ساخر بنقول اهو تاني عشان الناس بتخش تشتمنا. عايزين نخش نعمل هبدة اليوم عن الرياضة عن اي حاجة تانية غير الرياضة ممكن نعمل لكم عادي. بصوا يا جماعة والله العظيم
احنا هنا ايجيبت، ايجيبت معقل الهبدات، مصر فيها 100 مليون هبيت يا باشا. يا جماعة والله احنا الهبيت. يا ريت ما تنسلش تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس ولايك للحلقة. يلا بينا نطلع من الحلقة عشان انا الهبد عمل له حموضة وعايز اتصحر يا جماعة. معلش بجد والله. وقول لنا رأيك في الكومنت لو عجبك هبدة اليوم، قول لنا رأيك في الكومنت. وهو بقول تاني دي هبد اقسم بالله، ده برنامج ساخر بيتكلم على الهبد اللي بيحصل، بس احنا مش بنقلف يعني. ماشي يا جماعة، السلام عليكم.